السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم يا اغلى متتبعين على قلبي. نتمنىكم يا رب تكونوا بخير وعلى خير. انتما كتشوفوا هذا الفيديو ما تدوش عليا، يلا فايقه من النعاس دايخه مقلوبه. المهم نتمنىكم يا رب تكونوا بخير وعلى خير يا رب في هذا النهار، في هذا الصباح يا رب، وتكونوا في صحه يا جيده. اللي كيشوف الفيديو في الصباح صباح الخير، واللي كيشوفو حتى العشيه مساء النور. كنتمنىكم يا رب تكونوا بخير وعلى خير. جيت اليوم باش نشارك معكم واحد الفرحه ديالي، الصراحه فرحانه وقدرني فرحه، لان الصراحه كما شفتوا كما قلت لكم كنت فرشت البيت وداك الشيء، وما كنتش شاركت معكم الكوزينه ديال داك الشيء حيت ما كانش عندي لابابو وداك الشيء. هي ما انا ماشي صوت لابابو ولا شي حاجه، انا غير فاطمه الزهراء فين كتجي عندي صاحبتي فاطمه الزهراء اللي كانت كتجيني داك الشيء. جات لي مسكينه واحد الطبيله على شكل كوزينه كبيره هكا، تشد لك من الطرف حتى للطرف، ومسكينه كاوتر تاني جات لي مسكينه واحد البلاكار ان شاء الله واش لصقوا. المهم انا شنقول لك، والله العظيم ما كنوي في هادشي في الانسان صراحه. بنات الناس لا هما كلكم، لانكم كتوقفوا جنبي وكتعاونوني الصراحه. وليت كنحس براسي انا عندي عائله، كيف قلت لكم في الكتب تخوفوا ما كان كيسول فيا حتى واحد. دابا الحمد لله ولاتو كلكم حتى نتوما براسكم كتسولوا فيا، كتغبات كتسولوا فيا شحال من حاجه. كنقول لكم شكرا بزاف. وجيت ان شاء الله باش نشارك معكم المايو البلاكار وديك الطبيله، الصراحه زوينه ان شاء الله. غناخذها شي لعيبه هكا نصايبها ليها باش تولي بحال سميتها بحال الجليجه، نبقى نشقى فيها ونصور معكم ان شاء الله. توحش البنات والله، امنوا بالله والله تتوحش انا نصور معكم. كان طيب ماشي ما كان طيبش، ولكن قفازيه راكم عارفين الاغلبيه الناس كيقول لا حنا ما ديريش زيفك هكا تقدر تطيح لك في الماكله. حتى هما تديري طبيلتك بشرفك وبقيمتك وتبركي طيبيه هكا، وتما تشاركي مع الناس البسيطه ديالتك. الحمد لله البنات انا باقا في صباغي الحمد لله. الاغلبيه ديال الناس اللي قالك ماشي الاغلبيه، قريت شي تعليق واحد ما عجبوني الصراحه، ديال كيفاش انت مراه وقاده علاش اصلا كتسوي. انا ما كنسوى والو اخوتي، انا غير انسانه عاديه، انا عبده بسيطه، ما كنسوى حتى شي حاجه فعلا بصح، ما قاريه ما عندي حتى شي حاجه. المحتوى اخوتي راكم باغيين تعاوني في سبيل الله، ما يمكنش اني نغير المحتوى. انا ما عنديش، تخيلي انك دابا تغيري المحتوى تولي وانت اصلا ما يمكنش غادي تلبسي شي ثوب اللي هو ماشي ثوبك. ما غاديش انا نمشي نبقى ندير البروتوكولات وانا بنت الشعب وفقيره، علاش غنبقى نحاول؟ انا غير حاولت اني نغير من نفسي في شكلي، لان شكلي الصراحه ما كانش زوين. ما كنتش مهليه في راسي، كنت دائما كنبان في واحد الصوره خايبه، واليوتيوب كيبغي انك تباني في صوره زوينه واخا ما عندكش، واخا فقيره، واخا هذه الواحد كيبان في واحد الصوره اللي هي زوينه، وحده مهليه في راسها وكذا واخا ما عندهاش. الحمد لله حنا كاع فقراء تحت رحمه الله. اضطريت اخوتي اني غنبدل العنوان، بدلت العنوان ديال داك، وهذاك ما كان فيه حتى شي عيب، ولكن ماشي مشكل بدلت العنوان. المهم نصور الماضي ونشوف المستقبل. جيت ان شاء الله اليوم فرحانه بزاف غنشارك معكم البنات البلاكار. وقولوا لي نتوما فين غادي يجي، لانني ملي غادي نشارك معكم البلاكار ما غاديش نكون مازال علقت، لان خاص لي علقوا لي داك الشيء. غادي نعلن ان شاء الله البلاكار ونوريكم الطبيله ان شاء الله. طبيله زوينه الصراحه البنات كبيره. واخا قالت لي واحد صاحبتي عندي قالت كتبقاي تطلعي، قلت لها ماشي مشكل نطلع نهود بعدا نحط معلاتي ونقاد معلاتي ونصور فيديوات نخدم على راسي خلاص. واش انا بغيت نخدم على راسي البنات الصراحه، ولا القناه دايرها من نيتي، دايرها باغا نخدم عليها على راسي. ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم دايرها باش وقت الفراغ ديالي، انا لا دايرها باش نخدم وناخذ منها واحد الرزيق في الشهر. هادشي اللي باغا انا منها، ماشي في وقت فراغ، ماشي عندي انا بخير وغير كنديرها حيت مريضه نفسي ولا شي حاجه، لا انا دايرها لانني بصح محتاجه ليها. كاين اللي كيدير القناه ولكن ما محتاجش ليها، كيقول لك انا الا مشيت من غدا ما عنديش مشكل، انا الحمد لله بخيري بخميري، انا خوتي محتاجه ليها وكنعترف بها. انا هاد القناه راني محتاجه ليها، كنترجاكم وكنقول لكم الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو لي الفيديوهات ديالي، ديروا ليا لي لايك البنات وكومونتير راه تيكونوا زوينين، الله يجازيكم. ما تخسري والو اختي، ديري ليا غير لايك وكومونتير وتفرجي في الفيديو، الله يرحم بها الوالدين اختي ولا خويا، باش مابقاش ندير الفرزيات. اختي ولا خويا الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو هاد الفيديوهات ديالي وديروا لي ابوني وبارطاجيو مع العائله ديالكم. الصراحه راه شنو نقول لكم، راه ملي كتخرجي براك يعطوك الناس من الشرج من دوني دوني، راه كتفرحي بزاف، كتعرفي بان الناس بصح كيتفرجوا فيك بصح متابعينك. يلا بعي ما نكثرش عليكم الهضره، يلا معايا نشارك معكم الطبله وداك الشيء باش بلا ما نطول معكم، نجيو ثاني نبقى نهضر بزاف. غنشارك معكم البنات، هو دابا حاطه شي فوق شي، غنوريكم بلا شرق. ها انتم البنات ما تدوش على هذيك ديال الصبابط، ها انتم حشاكم بعدا نحيدها خوتي، ما يستاهلوش ما يستاهلوش شي حاجه اللي خايبه، وخا صبابط بنتي ما تشوفوهمش.
ها انتم اخوتي هاد الطبيله. واش نقدر نهز البلاكار نشوف؟ الفراخ ها انتم البنات، واش كي ندير باش ندور؟ غادي ندور سميتو باش نجيب السيبوره هنايا نوريكم شنو غادي ندير. لا تير بيان هانتوما البنات، هادي هي الطبيله اللي قلت لكم شتوها، كتبان زوينه تشقيها بحال كنت واقف فيه الشقي ديال هاد. هي اصلا دابا هي اصلا بلا ما ندير الطبيله، عرفتي علاش؟ غادي ندير هادشي، ندير دوك التواب، هاديك التوب ديال الكوزينه، ما عرفتش غادي يقدني عندي واحد، واش غيقدني ولا ما يقدنيش، واش فينا هو الاخر. المهم البنات شفت لكم غادي ندير التويب هنايا، التويب نبقي به هنا، اما هنايا يا ربي واش نقدر واش نقدر تقيس. هذا خصو يتعلم، خصو يتعلم كاع الغزالات ديالي البنات. قلت لكم صح خصو ما يبقاش هنا البنات، غيخرج ليا هاد الطبله حيت ثقيل بزاف. المهم البنات قلت لكم هذه راه زوينه، ها انتم صايبه على شكل انك تمسحي بحال هكا، ولا كتمسحي فهمتي تشقاي تقطعي ربيع تقطعي اي حاجه فوقها. واش هي قلت نشارك لكم الغريبه، بقاو البنات بقاو بلاتي باش تفهمونا شنو بغيت نقصد ليكم، غتفهمو شنو بغيت نقصد ليكم. دابا هنا غادي يبقى هكذا هاد الكوزينه ديال الكوزينه راكم عارفينها صغيره، وندم تقطعتو وندم الصراحه شتي ما خصوش واحد التصرع يقطع يدار بحال هكا. مزيان اش غادي ندير؟ غادي عندي جوج ما عرفت فين هو الاخر، غادي ندير واحد من هاد الشيء من هنايا نضرب البينيز، عندي ليها البينيز باش ما نخسرش الطويله. وها هي الكوزينه ديال دنيا غتولي على زويناتها، وندير ثاني واحد من هنا وهنا راه نقلبها نمشي نجيب شي شي طرف اخر ونديرو من هاد الجهه. شوفوا ها من هاد الجهه شفتو يجي زوين الصراحه، يجي زوين. اهم حاجه البنات اهم حاجه هي ريحه البال، الا كانت ريحه البال ما يهمك يكون عندك كوزينه، ما تكونش عندك كوزينه تكون ريحه البال وتكوني مرتاحه نفسانيا، هذه هي اهم حاجه. اما كاين دابا اللي عنده الكوزينه عنده الدار عنده الحوايج عنده الفايونس عنده وراحة البال ما كايناش، اهم حاجه تعيشي بالبساطه ديالك ولكن تكون راحة البال، تكون راحة البال تكوني مرتاحه تفيقي الصباح تلقاي صحتك في بلاصتها ما عندك حتى شي مرض، غتحمدي الله وتشكريه تصلي وتركعي وتقولي الحمد لله يا ربي ما عنديش شي حاجه الحمد لله. وصح حنا يا ربي حنا الانسان الصراحه واخا كيكون عندنا كنقولوا حنا ما عندناش حنا ما عندناش، اولا كنبقاو نرجعوا لقلبنا كتكون واقع لنا شي حاجه وكنبقاو نمرضوا في راسنا، هي اخرتها موت الواحد يتلقى في يد الله، واللي بغاها الله هي اللي غادي تكون. وانا من دوك الناس اللي الصراحه كنمرض راسي، وانا مش غنبقى نفكر المستقبل وانا عارفه بان الموت وحده اللي كاينه واللي بغاها الله هي اللي غتكون، وربي راه ربي راه صانع المعجزات، راه من هنا غدا ما عاد ربي كيفاش غادي نولي. هادشي علاش كنقول لكم البنات الوحده تلقى في يد الله. الصراحه كنتو كتنصحوني ودابا ان شاء الله مابقيتش غادي نديك دوني اللي كتعرف. سمحوا لي البنات قلت لكم الواحد ما كاينش انه يمرض راسو ويفقس راسو، صافي غادي دابا نكمل معكم البلاكار ديالي راه مقلوب واقيله ما عاد تيجي راه دابا ما فيش بنات الفرق داك الفرق اللي كيفرق بين سميتو اختكم راه كتهضر دابا مسكينه ما عارفاش فاش تمشي راه كنخشي راسي ما عارفاش البلاكار حيت دابا ها نتوما كاين بعدا تدوك دنيا برك من دوك الكذوب برك انني ما كنعرفش انني ما كنديرش راه فعلا ما كنعرفش شي حاجه كنعرفها شي حاجه ما كنعرفهاش. داك الماري اقسم بالله الا ما كنت عارفه ديك البلاصه واش شنو كيديروا فيها، حتى الناس قالوا لي شنو كيديروا فيها عادي واش واحد ما يمكنش انا ما نكونش عارف شي حاجه واش حنا كلشي خصنا نعرفوه، حتى واحد ما زاد معلم هذه معلومه خاص تعرفوها بان حتى واحد ما زاد معلم راه حاجه ما كتعرفيهاش كتولي تعرفيها وكتولي تعلمي احسن داك اللي كان قال شرح لك عليها كتولي تعرفي اكثر منه. انتوا بغيتوا الجهه هذه هي المهم كلها ديال الرمان، هذه ما ديريش فيها مثلا ما نقدرش ندير فيها الرمان اللي ساردي لا غادي دير في الشبيكه تسقطرو تزيفي فيها ما غاديش تحطي هنايا، واغلبيه غندير غير دوك الرمان اللي ما كنجبدش بزاف حيت الرمان اللي كنجبد بزاف ما يمكنش كل ساعه تعلقي تجبدي الرمان. هنا ثاني بلاصه لاكار نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا بلاصه والله كان صورة على خاطري فهاد الصباح مصورة على خاطري واخا راه الناس كيطلع عليا من الفوق البنات هسكتو تخيلوا كتشقاي وكلشي كيطلع لك من الفوق شحال صعيبة. هانتوما هانتوما ما عرفتش دابا انا كيفاش بان ليا البنات واش مقلوب ما فهمتش البلاكار واش هادو غيجيو الفوق هك ولا غيبقى غير هك واخا
تكون دايخه. المهم البنات، اهم حاجه واخر حاجه هي شكرا لكم بزاف البنات، شكرا فاطمه الزهراء، شكرا عفاف، شكرا كوثر، الله يجازيكم بالخير. ونشكر كاع البنات اللي كيعاوني، شكرا لكم كامل حيت كتجيو عندي، شكرا حيت واقفين في جنبي، شكرا اللي ما قدرش يعاوني كيدعي معايا، شكرا للمشاهدات اللي كتشوفوا لي، الله يجازيكم بالخير، الله يرحم بها الوالدين. راه عادي ان الواحد يدير يوتيوب، ما فيهاش عيب، ما كاينش ان بعد التعاليق اللي جريحه، راه عادي. شنو هو اليوتيوب؟ كديري كونيكسيو، كديريها كتفرجي كتفرجي، علاش كتجي مثلا انت لعندي انا ولا شي حاجه كتحطيها تعليق اللي هو جارح، وتمشي تخليني كنبكي وكنمرض وكنمرض نفسانيا، وانا عندي بنيته مريضه خاصني نقابلها، خاصني حتى انا دايره دقتها باش نخدم على بنتي نعاون راسي، ما بقاش نعاود لكم كلشي. الله يجازيكم بالخير، عاونوني غير بالمشاهده، ما كنطلب والو، كنطلب غير المشاهده، لا قدرتوا تعاونوني فيها وتبارطاجيو الفيديو، هذه هي تكوني عاونتيني وغتدي دعوه الخير دائما، غنبقى دائما ندعي معاك طول عمري. المهم اخوتي هو هذا، دابا علاش فهمت نشوف، اللعيبه هذه بعدا فهمت، هذا هو الماريو كيجي بلاكار بحال هكا، كيجيو هادو حيت فيهم ديك اللعيبات وفيهم الشو، فيهم هاد اللعيبه هادي وهاد جوج اللي كتدخل بيناتهم هانتا. خايفه يكون كيطلع ليا شي، راه كنحشم البنات والله كنحشم. شوفوا هنا، شوفوا هادي حتى انا غاتولي عندي دابا الكوزينه ان شاء الله بسيطه ديال بنات الشعب الحمد لله، وغنبقى ان شاء الله نطيب لكم الماكله كيما كنت كنطيب ماكلتي البسيطه، ما كندير ماخدين داكشي ديال هاي كلاس، راكم شفتوني طبيعه ثم الطبيعه، نقدر نحط كاس طويل كاس قصير وبخير، وعايشه انا وبنتي وكنضحكوا ونشطوا وربي عالم شنو في القلوب. والبنات انا الصراحه الا كانت شي حاجه في قلبي اولا شاده منكم شي ضغينه اولا انا خايبه، ربي راه كيشوف البنات، اقسم بالله الا قلبي صافي وربي اللي عالم شنو كنقول، واخا واخا عندي حتى مليون مشترك قلبي صافي وربي اللي كيعلم شنو في قلبي، والله العظيم البنات الا ربي اللي عالم شنو قلبي، والله ما فيا شي حاجه اللي خايبه اولا قلبي كحل اولا. وش نقول لكم، مابقاش يقولوا لا وحده راه غتطلع في اليوتيوب غتبدل، كل واحد وشنو علاش تربى، كل واحد وشنو، كاين اللي غتطلع تقلب عليك مابقاش تجاوبك، كاين اللي غادي هي وصلت وبقى هي هي، راك هذه هي الحياه. هانتوما البنات هذا حتى هو بحال الاخر، جوج طبقات غير هي كان الخشبه تفرق بين تفرق بين هذا وهذا، هاي كنخبط انايا كنخبط، ما كاين غير خبيطه. دابا ان شاء الله باقي ان شاء الله ان شاء الله من بعد ان شاء الله غادي ماشي من بعد هاد الايامات ان شاء الله غادي نحاول نستفهم المعنى ديالي، ندير نحاول هذا نلقى ليه بلاصه اللي ما يتحركش منها، نبقى في ديك البلاصه ونحاول ندير ديك اللعيبه اللي قلت لكم، راه غنشارك معكم فيديو ملي غنكون بغيت نستفهم المعنى ديال داكشي، راه غنشارك معكم فيديو ضروري كنطلع على شي، غنشارك معكم فيديو ضروري ملي نكون نصاب في المعنات، ملي ان شاء الله غنرجع لبنات الروتينات المحترم اليوميات، ما نقولش يوميات ديالي غادي يرجع ان شاء الله، غنبقى نشارك معكم يوميات الماكله البسيطه، مره ما واحد يخرج ما فيها باس، واحد ما يقشش راسو راه واخا ما عندكش، راه ماشي حيت كتخرجي صافي راك وصلتي، خرجتي درتي مع صاحبتك ولا راك وصلتي، راه كتقدري تخرجي ويجي عندك 10 دراهم في جيبك وكتخرجي كتضحكي اكثر من واحد خرج عنده 60000 ريال في جيبو ولا 70000 ريال، واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ راه اهم حاجه البساطه والتواضع، شعار ولا الله يرزقنا حلال اهم حاجه. المهم البنات هادي هي الطويله، وريتها لكم باش ما نطول عليكم الفيديو، هادي هي الطويله شتو طويله كبيره، هي ماشي كبيره بزاف كبيره، ما عرفتش نحسب حتى كيقولوا لي هذيك اللعيبه اللي كيديروا بحال هكا ما كنعرفش نحسب بها الشبوره ما كنعرفش. المهم البنات الاولى والاخر انا حمقاتني الطبله، عجباتني سطاتني الطبله، فنه 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 بزاف بزاف وفرحانه بها، وما قداني فرحه يا البنات، والله ما قداني فرحه، قداني فرحه البنات فرحانه بهاد الطويله هادي، والصراحه كنت البنات ناعسه تدخلوا عليا مساكن وحتى فرحت الصراحه، البنات جاو عندي لقاوني جامعه البويتات ديالي منقياهم الحمد لله، لقاوني جامعه كلشي، ولكن الكوزينه لقاوني ما كاينش الكوزينه، كاين غير معنات في البانيو مجموعين وكارطون وداكشي، ومساكن لقاو كيضحكوا هادي قالت لهم شنو دا صاحبتي هاد كنور ديت الكوزينه ديالتك كتصاوبي فيها، قالت ماشي مشكل ما تقوليش عشان ما عنديش كوزينه، قلت والله ما كنقولش ما عنديش كوزينه، بالعكس الحمد لله لقيت فين نسكن، واخا عريانه السقف كامل وكيطلعوا عليا الجيران يقدروا مره براكم عارفين الدراري الصغار كيبقاو يدفنوا له هذا، ولكن ماشي مشكل حاشاكم بعدا، ولكن الحمد لله ملي بديت كنعس مرتاحه فهاديك العشه كنت كنعس غير كضرب 6 الصباح كتسمعي المغوات الناس هادي المدرسه كتفيقي ما تقدرش تكملي نعاسك،
هنا بنتي مسكينه ولات كتنعس البنات واحد كتنعس لديك العشرة 11 تخيلوا بنتي يلاه رجع عليها العيد ديال زمان يلاه بس كتنعس لديك العشرة 11 والله العظيم هذه راه سيمانه مشات للمدرسه يلاه اليوم وديتها للمدرسه يلاه الناس خوتي نقول لكم السلام عليكم ما تنساوش ليا لي لايك ولي كومونتير وتبارطاجيو هذا الفيديو ان شاء الله بغيت يوصل لاعلى مشاهده الله يجازيكم بالخير انا بغيت غير المشاهده تطلع ليا ما بغيتش منكم فلوس ما بغيتش منكم والو غير المشاهدات كما كتعاونوا بزاف ديال الناس وكنشوف بزاف ديال الناس اللي هما في نفس الحاله ديالي وطالعه المشاهده كنتمنى وكنطلب الله حتى نطلع ليا ان شاء الله المشاهده والتعاون مع اختكم دنيا والله لا ما غاديش يضيع اجر المحسنين وبالسلام عليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي يلا باي باي عليكم.